رغم مرور عدة أيام على فاجعة الحمدانية وخمود نيران الواقعة، لكن النيران لم تنطفئ بعد في صدور المكلومين من أهالي المنطقة. ومهما تكن القرارات التي تتخذ لمعاقبة الجنات، لكنها لن تعوض الفقد الذي تكبده هؤلاء الناس. المصاب كبير والمأساة كبيرة بصراحة. بغدادي تبكي دما وما نايمين. أهلنا وأصحابنا وأخوتنا زين راحوا، يعني أطفال تبكي تصيح ما نقدر نطلعها. شنو هاي من مأساة زين؟ فالمطلوب أنه يتحاسبون، الكل يتحاسب، الكل. منهل الذي عثر على مخرج القاعة الوحيد أثناء تصاعد الدخان ونجا بنفسه، يقيم هنا مأتما في يومه الثالث على روح والدته التي فقدها جراء الحريق. يروي لنا قصته، والجروح الجسدية والعاطفية تبدو واضحة عليه. والله بالبداية خليت ناس يطلعون، يعني بعد ما كان نفسي ضيق وصلت للنص، الكراسي موجودة بالنص، طلعت ميزة على مثل الناس يطلعون. بعدين من حسيت داختنك وفي تقول شو طلعت هماني، بس شنو بالباب كانت هيجي ناس واحد فوق الله. الحرق ينزل من السقف هيجي مثل قطع نايلون، ينزل على قميصي على ايدي، ما اشعر بها لان عالم لا تموت. 41 جثة متفحمة داخل قاعة العرس يتعذر التعرف عليها، من بينها 5 أشلاء، فيما يطالب ذويهم بالإسراع في إرسال نتائج الحمض النووي للتعرف على هوية الرفاة وتشييعهم إلى مثواهم الأخير. هو بنت خالي خطية، هي وولدها 2، وبنت عمي همين بنتها، وبنت عمي مفقودة بعد لحد لا ماكو يعني أخبارها، همين بعد بنية جاهلة بالعمر لا يدورون ماكو أحد. المفروض يجيبون فرد يعني التحاليل شيء، إذا يدورون شيء يطلعون فرد نسبة للواحد يعني يرتاح، يكون يرتاح جسمه، يكون أكو فرد شيء يعني يندفن. وحسنا إحنا بيتنا دفناها ما مفصد مفقودة، والله يعني قاعة كبيرة ما تعرف من المات من العايش، يعني حصل نفسه طلع ما حصل مات راح. بينما يتعايش الناجون مع ألم الفقد ولوعة الحرمان، حملوا معهم عبء الذكريات القاسية لتلك الليلة المشؤومة، يحاولون ببطء التعافي من الصدمة والانهيار النفسي اللذان يرافقانهم على الدوام نتيجة هذا الحادث المأساوي. من قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أحمد فلاح، التغيير.